السلام عليكم. وين وين وين؟ اشو الشغلة سايبة؟ بده يتجوزني غصبا عن راسي. كيف؟ بدور؟ لا شو قلتلك؟ اهدي، انت مو بعقلك هلا. لا عيني، انا بعقلي وعين الله علي، وبحياتي ما كنت اعقل من هيك. وابنك بده يتجوزني قرفا عن رقبتك ورقبته. شيخنا الله يكون معك، شكرا لك. السلام عليكم. الله معك وعليكم السلام. تفضل شيخي. يلا ان شاء الله مفكرة انه رح تقدري تمرقي علي هالكذبة. انه يعني عملتي كل هالملعوب لتضحكي علي انا بدور. انا ما بضحك على حدا. لو ما بدي من الاساس بقلك ما بدي، وايدك وما تعطي، بس هي رغبته هو. صايل حكي لك نوري. اي نعم، انا يلي صرفت النظر عن هالجوازة، وامي ما دخلها. مشان الله لا تقول نوري. بوس ايدك قول غير هالكلام. انت بدك مني مثل ما انا بدي منك، وبدك يعني مثل ما انا بدي اياك. يا بدور مشان الله لا تهيني حالك ولا تسفحي كرامتك. الجواز اسمه نصيب، وانا وياكي ما في نصيب. ما في نصيب. بسيطة. بس اوعك تفكري انك رح تنفذي بعملتك هي. صاي انك جبارة وقوية وقادرة وكل الناس بتخاف منك، بس والله والله إذا بتقتليني أنا ورايحة على الموت رح أخذك معي. طالع على برا. تعال يا بدور. بعد هيك فتحتي على حالك طاقة جهنم. اللي بدك تعرف وين حسنيه؟